مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية طيبة للجميع. التاريخ إلى البرلمان، حصة سياسية جديدة تدخل شبكتنا البرامجية لتواكب الحملة الانتخابية. السباق نحو مبنى زيغود يوسف يدرك يومه الخامس. الكل يحاول أن يقنع والجميع يبحث عن رضا الهيئة الناخبة فتكون في صفه يوم الاقتراع. انتخابات تشريعية ليست كسابقها، مشاركة قياسية، حوالي 1500 قائمة في المعترك الانتخابي، والغاية الظفر بمقعد من مجموع 407 هو عدد المناصب في قبة البرلمان السفلى. من مختلف الفئات سجلوا حضورهم، الكل يريد أن يشارك ويسجل بصمته في صنع الجزائر التي يحلم بها الجميع، ورجال الإعلام والصحافة جزء من ذلك، فكانت مشاركتهم النوعية وغير المسبوقة في موعد 12 جوان. ومن بين المترشحين للموعد معي بالأستوديو الإعلاميان جمال معافة. مرحبا بك أستاذ. مرحبا. وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا على وعلى يساري فيصل أبو عروة الإعلامي، مرحبا بك زميلنا. أهلا بك ومرحبا بك وشكرا على فضلت أقول هذا زميل لأننا في نفس المهنة. صحيح. شكرا صحيح. على تلبية الدعوة. تشرف بذلك. نعم أستاذ جمال، إذن الموعد الانتخابي 12 جوان على غرار سابقه هو يختلف هذه المرة، يحدث الاستثناء على الأقل من حيث المشاركة والظروف التي تحيط به، ما رأيك؟ شكرا أولا على الدعوة وتحية أولا للزميل فيصل ولكل مشاهدي قناة الجزائرية. صحيح أنه هذه المرة هناك الكثير من الأمور الجديدة في هذا الاستحقاق أو هذه الانتخابات التشريعية. أولا كاين قانون عضوي جديد بالنسبة لتنظيم الانتخابات. نعم. وقانون الانتخابات الجديد يتضمن الكثير من يعني كاين الأمور الجديدة المستحدثة في هذا القانون العضوي، مثلا فتح المجال لكل شرائح المجتمع للمشاركة في الانتخابات، الانتخابات بكل يعني تشريعية أو انتخابات محلية اللي راهي قادمة إن شاء الله، كذلك إعطاء الفرصة للشباب. من بين كذلك الأمور المستحدثة في هذا القانون الجديد هو مثلا عدد التوقيعات، يعني تم يعني مراجعة العدد وتم يعني من 200 مثلا توقيع إلى 100 توقيع لكل مترشح. نعم سهل المهمة نوعا ما. وربما يعني الأمر الذي يلفت النظر هو تقريبا قوائم الأحزاب، تقريبا 30 حزب، حوالي 28 أظن، وقوائم كذلك هناك قوائم كثيرة بالنسبة للقوائم الأحرار. وهناك من يرى يقولون يعني أنه لماذا كاين قوائم أحرار، أن صراحة أرى الأمر يعني فيه الكثير من الإيجابية. لماذا؟ لأنه الإقبال على القوائم سواء الحزبية أو القوائم الحرة هذا يبرهن على عودة الجزائري إلى الممارسة السياسية، يعني يدخل في حزب أو حتى في قوائم حرة، ونحن بحاجة إلى العودة إلى الممارسة السياسية، إلى التصالح بين المواطن والفعل السياسي، والجزائر بحاجة إلى هذا الشيء. وهناك الكثير من الأمور الأخرى ربما نعم سنخوض فيها في خلال البرامج. زميلي فيصل، يعني ربما الجو مواتي على غرار ما كان يميز الساحة السياسية في السابق، والموعد الانتخابي ربما هو الشيء اللي حفزكم للمشاركة في هكذا موعد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لي ربما الوقت حان. لماذا حان؟ لأنه الوقت السابق يختلف تماما عن الوقت الحالي. كثير ربما يلومون خاصة الشباب والجزائريين والإعلاميين وكل من ترشح إلى هذه الانتخابات، ربما هذا يعود أنا أعتقد إلى سبب ربما سوسيو اجتماعي صح التعبير وسوسيولوجي، أنه نرفض كل وجه جديد وكأننا نقبل بالوجوه القديمة فقط، لأنه لهذا ينتقدون. ثانيا لماذا الوقت الآن ملائم وملائم جدا؟ نحن أقبلنا ربما قبل سنتين على حراك، أقدمنا على حراك شعبي وحد كل الجزائريين، لم كل فئات المجتمع، وأكد لنا نحن الشباب أهميتنا وأهمية الشاب الجزائري وماذا يستطيع أن يقوم به، وأنه حان الوقت لتسجيل الحضور. هذا من جهة. أنا أريد أن نوصل واحد الفكرة فقط من الحراك، أنا لأنه شعاري في هذا الانتخابات هو حراكنا برلماني، أنه نواصل في فكرة الحراك لا نتخلى عنها، ولكن من مكانه الطبيعي ومكانه الصحيح. مكان الصحيح أعتقد، وهذا الذي دفعني لخوض هذه يعني المشاركة في الانتخابات،
أن حراكنا برلماني لابد أن يتواصل الحراك. نحن لم نتخلى عن الحراك الذي خرج من أجله الملايين في 22 فبراير 2019، ولكن الآن حان الوقت أن نؤدي الحراك في مكانه الطبيعي هو التشريع. عندما نقوم نكون في مؤسسات تشريعية، تخيل لو أن نصف البرلمان أو أكثر من نصف البرلمان أغلبية برلمانية هي من الحراك الواعي الذي خرج في 22 وطالب وحقق بعض النتائج ولو نسبيا الكثير من النتائج وليس بعض، اليوم يكون هو المشرع، بالتالي سوف يأتي بحقوق المواطن التي طالب بها منذ سنوات. الآن في وقت سابق حتى طبيعة الانتخابات تغيرت، كان فيه يعني رأس القائمة وأربعة وخمسة الأوائل، أنت تنتخب على شخص معين، ربما يذهب خمسة أو ثلاثة أو ست عناصر، الشخص الذي انتخبته لم يصل إلى الكرسي. الآن أصبح الاختيار شخصي، يعني أنا إذا انتخبت فلان سوف عدد ما جمعه المترشح من أصوات هو الذي سيأخذه إلى قبة البرلمان، ولو كان ربما في الترتيب في آخر القائمة. هذا إيجابي محفز. ثانيا أنه حان الوقت، لماذا؟ لأننا اليوم كشباب جزائري نحن واعون بالأزمة وواعون جيدا بمستقبلنا، وبالتالي نريد أن نكون نحن في مكاننا الطبيعي، لن نترك الآخرين في مكاننا ثم نبقى نلوم السلطة ونلوم البرلمان ونلوم التشريع إذا كان في غير صالح الجزائريين. نعم، أعود إليك أستاذ جمال. ربما 30 سنة ممارسة مهنة لمهنة الإعلام، أقول كنت جزء من الأحداث تنقلها تصلها إلى المشاهد الكريم، الآن تريد أن تكون جزءا ممن يصنعون الحدث ليس بالقلم ولكن بمقعد في قبة البرلمان. ولما لا، وهو طموح. نحن نريد أن نساهم أولا كمواطنين كجزائريين، إذا لم نمارس السياسة في بلادنا فأين سنمارس هذه السياسة؟ أنا أرى أن الممارسة السياسية هو أولا فعل نبيل، لأن السياسة، ماذا نقصد بالسياسة؟ السياسة أولا تبدأ بالحي الذي نسكن فيه، يجب على المواطن أن يكون مواطنا فاعلا في حيه، يعني يقف على نظافة حيه، يشارك أهل الحي أفراحهم وأقراحهم، يقف على كل كبيرة وصغيرة، ينخرط في كل الأعمال الجمعوية التي تنجز على مستوى حيه. عندما نتكلم عن الحي نتكلم عن المدينة الصغيرة أو البلدية، ثم نتكلم على البرلمان أو حتى على المجلس الولائي. يجب أن يتصالح الجزائري مع الممارسة السياسية، لأن الممارسة السياسية كل الدول التي تقدمت في العالم، اليوم نتحدث على تجارب ناجحة في العالم، هي الدول التي تمكنت من خلق هذا التعايش بين الأفكار، بين البرامج، بين المواطنين بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم السياسية. وفي الختام، هناك ساحة تتصارع فيها الأفكار باحترام، ليس بالضرورة أنني يعني كي نقول رأيي لا يعجب الآخر يعني لازم نكون أعداء، بالعكس، يعني يجب أن نتقبل الرأي الآخر، يجب أن نصل بالخطاب السياسي في الجزائر إلى هذا المستوى، مستوى الاحترام، التبادل والتراشق بالأفكار. هذا ما سيجنب الجزائر الكثير من يعني الأمور التي عرفتها الكثير من الدول، ويجب أن نتصالح مع الفعل السياسي. طبعا أنا مثل غيري من الجزائريين الغيورين كما قلناها في مقدمة برنامجنا، نحن على مستوى قائمة مثلا الجزائر البيضاء على مستوى ولاية الجزائر، الجزائر العاصمة، طبعا قلنا أننا أنا انخرطت ضمن مجموعة من الوطنيين الذين أتقاسم معهم الكثير من الأفكار، الكثير من القناعات. هم كذلك كل في مكانه، هناك إطارات، هناك أصحاب دبلومات كبيرة يعني شهادات، وهناك إطارات في الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة، هناك من يمتهنون مهنة المحاماة، هناك من كل فئات المجتمع الجزائري. والمفرح هو حضور هذا يعني العدد الكبير من الشباب في القوائم، يعني 50% في كل قائمة، هذا شيء جيد جدا، يعني فيه مرافقة بين الجيل الذي مارس السياسة والجيل الذي يتمرس على السياسة. يجب أن يتعلم يعني نقل الخبرات ونقل التجارب بهذه مهمة طبعا استلام المشعل. طبعا طبعا هذه هي الطريقة، والجزائر في النهاية هناك شعارات فقط،
هذه البلاد، يعني نستعمل العبارة الشعبية، يعني البلاد بلادنا لازم يعني ويبنيها كل ولادها. أكيد كل الجزائريين، والجزائر بحاجة يعني للجميع، طبعا بحاجة إلى الجميع، كل واحد لازم يرفد شوية يعني ويساهم في هذا البناء. ربما والمثال معنا في الأستوديو فيصل، الشاب الجزائري إعلامي من القلم إلى السياسة، القمة التي سيضيفها فيصل في حال وصوله هو والقائمة تاعه إلى البرلمان. أنا أعتقد أن ترشحي ربما في قائمة حرة أولا وليس في قائمة حزبية، أنه أنا أعتقد أن الأحزاب كانت شريكة في النظام السابق وكانت شريكة في الفعل السياسي فيما مضى، بالتالي لم نشاهد أي نتائج إيجابية من خلالها ولم تغير الواقع، والدليل أنه خرج حراك رفض كل ما كان موجود آنذاك، وإن كان ربما سيوجه لي بعض أصابع الاتهام أنني أتهم الأحزاب. ثانيا أنه أنا ترشحت في قائمة البهجة الحرة لأنها قائمة مثلما ربما تشبه كل القوائم في العاصمة، خاصة العاصمة هي مزيج من مختلف الفئات المجتمعية، يعني فيها من كل الولايات كذلك ومن كل أقطاب الجزائر وكلهم جزائريون وكل جزائر مصغرة يعني صح، وكذلك هي جزائر إضافة لأنها الجزائر مصغرة كلهم عاصميون أبناء عاصمة ويعرفون العاصمة جيدا. لكن أعتقد أنا كصحفي وكإعلامي أن الإعلامي أو الصحافي خاصة الذي مارس الميدان خارج الميدان، احنا نقولوا في اللونغاج تاعنا الصغير خدم التيران، اللي خدم التيران خدمنا تحقيقات عملنا على صله مباشره بالمواطن بالاحداث، دائما على صله مباشره. اعرف الجزائر، انا نعطيك مثال لو ربما نروج لنفسي شويه نسمح المدام رانا في الطريق الى البرلمان، انا عملت طريق السيار شرق غرب من منطقه اسمها زوج بغال اللي يعرفها جايه في اقصى حدود الجزائر مع المغرب الى اقصى الشرق في الدرعان وين خلصت لطور تيست ويست طريق سير شرق غرب، فمشيت حفرة بحفرة انهيار بانهيار وشفت معاناة القرى المجاورة، شفت معاناة الناس اللي كيف أصبحت قراهم بعد ما مر طريق السيار، وشفت كذلك العكس أنه بعض المدن ازدهرت بمرور طريق السيار، فتعرفت على هذه المشاكل الموجودة. هذا مثال بسيط، لما تروح تخدم مثلا على في الصحراء على معاناة أبناء الصحراء، لما تخدم هنا في العاصمة، لما دام ترشح العاصمة نتكلم عن العاصمة، أنه احتكاكي بالمواطن العاصمي بتلك المحلات التي بنيت في 2010 و 2011 و 2012 هي محلات الرئيس آنذاك وبقيت مغلقة وبقيت أوكار للفعل حتى الإجرامي، ومنها التي يعني ضاعت وشباب ضائع بدون عمل، ولأنه الدراسة اصلا الدراسه التي يجب ان تبنى بها تلك المحلات، المكان لا المكان مدروس، لا طريقه البناء مدروسه، لا المكان ماهول، بالتالي بقيت اوكار ملايير الدنانير وان لم اقول اكثر من يعني ربما الدولارات صرفت على مشاريع مش وهميه، يعني مشاريع موجوده ولكن مبتوره لا تقدم اي قيمه ايجابيه او قيمه اضافيه للمواطن الجزائري والشاب الجزائري. بما انني قريب من هذا المواطن، من هذا الحياه الاجتماعيه الجزائريين كاعلامي، وكل اعلاميين يشاطرونني اعلم انهم يشاطرون هذا الراي، ربما انت واحد منهم لما تخرج للشارع تروح للسوق تروح للمؤسسه ربما التي تسير البلد، تلتقي بوزير وتلتقي ببواب في احدى المؤسسات، تعرف هموم هذا وتعرف انشغالات هذا وتعرف رؤيه السياسي لتسيير البلد. هذا الذي دفعني ان واصل نضالي ان صح التعبير الاعلامي، كنا نناضل في التلفزيون لنقل انشغالات المواطن، والحمد لله الكثير من الأمور، ربما يشرطرني سي جمال معافى أنه الكثير من الأمور الإعلام هو الذي ربما ساهم في حلها، الكثير من الأحياء ساهم الإعلام في إعادة ربما تعديل طرقاتها، الكثير من الأحياء القصديرية ساهم الإعلام في إعادة فيصل، لأن الإعلام دائما أو عادة ما يكون الوسيط بين المواطن والمسؤول للسلطة وليس العكس. نعم ربما أستاذ جمال عكس فيصل الذي اختار مباشرة قائمة حرة، أستاذ جمال معافى كان في حزب سياسي ثم اختار قائمة حرة، لماذا قائمة حرة وليس الحزب السياسي الذي كنت تنتمي إليه؟ والله صحيح أن كانت عندي تجربة متواضعة في مع حزب سياسي، ولكن قبل ما نكون أنا في حزب سياسي أنا كنت نقابي. يعني ناضلت في الميدان وكنت في نقابة التلفزيون العمومي، عندي 4 عهدات في التلفزيون العمومي كنقابي، من ضمنها 3 عهدات أنا أمين عام تاع نقابة عمال تلفزيون، ثم كنا أول مع مجموعة من الزملاء من أسس أول نقابة للصحفيين في التلفزيون العمومي الجزائري، ثم كانت لدي كذلك تجربة متواضعة في حزب سياسي. بكل صراحة يعني يجب أن نعترف أن العمل السياسي في الجزائر تراجع جدا، لو كانت لدينا مؤسسات سياسية حقيقية لما وصل الأمر بالجزائريين إلى النزول إلى الشارع،
لأن مهمة الحزب السياسي هو أنه يكون همزة وصل بين المجتمع والدولة والسلطات يعني العمومية ككل. مهمته أنه أولا يكون الإطارات، يمارس السياسة، يترشحون، ثم يدخلون إلى المؤسسات ويقومون برفع انشغالات المواطنين والشعب الجزائري، ويطرحونها بمصداقية وبصدق، ويوصلون هذه الانشغالات ويدافعون عليها. لكن للأسف يجب أن نعترف أن العمل السياسي يعني تقريبا انحرف عن السكة، لأننا لاحظنا والكل يعرف أن دخل المال الفاسد في الفعل السياسي في الجزائر في النشاط السياسي. هذا ما كنت أريد أن أقوله في بداية الحصة عندما قلت لي يعني فيما يخص يعني العمل السياسي ككل. دخل المال الفاسد، شراء الذمم، شراء المكانة في القائمة، يعني لازم يكون عندك الملايير باش تروح تدخل تمارس السياسة وتدافع على انشغالات الناس، ولا تدافع على جزائر أفضل. لازم يكون عندك الملايير باش تشري المكان في القائمة، يعني الأول والثاني والثالث، وفي بعض الأحزاب أنتم تعرفون كيف تجري الأمور. الحمد لله أنه بعد حراك 22 فبراير الجزائر دخلت مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجزائر بعد 22 فبراير لن تكون أبدا مرحلة ما قبل 22. والدليل هو أولا قانون الانتخابات الجديد الذي يعني أنهى غير الموازين، أنهى نهائيا هذه المسألة، مسألة رأس القائمة أو يعني الترتيب، يعني المال الفاسد. هناك قوانين رادعة الآن بخصوص المال الفاسد في السياسة، يعني وصلنا إلى يعني مؤسسات منتخبة أصبحت لا تمثل الشعب، أصبحت تمثل لوبيات، أصبحت تمثل يعني لوبيات ومصالح أخرى غير مصالح الشعب الجزائري. لأن السياسة في النهاية، السياسة يجب أن تكون أولا في صالح الوطن وفي صالح الشعب طبعا. إذن بسبب كل هذه الممارسات أنا صراحة ابتعدت عن التشكيلات السياسية واخترت قائمة حرة. أنا حر يا أخي، نحب نمشي مع أحرار كما أنا، ندفع على برامج، على أفكار نمل بها. إذا الشعب أعطانا ثقة تاعه مرحبا، وإذا ما أعطاها لناش نكملوا نواصلوا نمنوا بالمبادئ تاعنا، يعني نفس الأمور نفس الأخلاق اللي كما يعني نحبوا نخدموا البلاد نخدموها في أي مكان. نعم نروحوا الفيصل. فيصل، ربما قائمة حرة مقارنة بالأحزاب السياسية، مبدأ تكافؤ الفرص يعني يختلف بين الحزب السياسي والقائمة الحرة، لكن ربما الشيء اللي يشجع القوائم الحرة هذه هي الضمانات التي قدمها قانون الانتخابات، أيضا المساعدات التي تقدمت بها الدولة لشباب الراغب في الترشح. كيف تقيموا هذه الحالة، وكيف أنتم كقائمة حرة كيف مشيتوا على الأقل في تمويل الحملة في العملية التحسيسية والترويجية لبرامجكم الانتخابي؟ هي أولا أنا أحب فقط نزيد على واش قال السي جمال، أنه الإعلامي حتى ما راحش للبرلمان ودائما في رباط، دائما في نضال، إعلامي مناضل على صلة دائمة ويومية، إعلاميون إلا من باع نفسه. أغلب الإعلاميين مناضلين مرابطين في الميدان، ينقلون شغالات المواطن في التلفزيون، في بعض الحين يتعرضوا لعقوبات خاطئهم كما نقولوا إحنا، هم يتعرضوا لعقوبات بسبب بعض الأمور التي يبثونها من خلال سواء يعني مهما كانت الوسيلة الإعلامية. بالنسبة لسؤالك، أنه أنا طبعا من في البداية فكرة التحزب، لأنه في الفكرة في العهد السابق أنا شاب يعني صغير، فمقارنة يعني لما كنت 20 22 25، فأنا عندي فكرة أني لن أنتمي إلى حزب ربما عن ليس قناعة، تلك القناعة التعنتية، ولكن ممارسات خلاتك تشعر بالقناعة، يعني نشوفوا ما يقدم ولا شيء في البرلمان مع احترامي لكل الأحزاب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. أستاذ جمال، يعني فيصل كان يتحدث على مشاكل كان الإعلامي ينقلها إلى يحاول يكون الوسيط، لكن بالمقابل يتعرض إلى متاعب، ومهنتنا تحمل اسم مهنة المتاعب. نعم في برنامجكم طبعا. يعني نعم سنطرح سؤال لك الحرية في برنامجكم، بما يحظى الإعلاميون والساحة الإعلامية في الجزائر التي لا تزال على بساطة متحرك بما حظيت في برنامجكم الانتخابي،
شكرا. اولا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال كاين نقطه اللي لازم نوضحوها. ماهوش معنى اننا رحنا القوائم حره انه لازم نفضلوا النشاط السياسي ضمن القوائم الحره يعني في المستقبل، لانه انا اعتبر اننا في مرحله انتقاليه. مرحله انتقاليه كانت بعض السلبيات والنقائص في الاداء السياسي دفعت بالكثير من المواطنين والإطارات إلى الخيرات في القوائم الحرة، كما كان مواطنين مترشحين في قوائم الأحزاب، وقلنا أنه هناك 28 حزب أظن، المهم أكثر من 20 حزب مترشح وكاين قوائم حرة. هذه مرحلة 68 قائمة حرة. نعم أكثر من 800 قائمة حرة. نعم طبعا 867. إذن واش كنت حاب نقول أنه هذه مرحلة انتقالية، يعني ضروري أنه الجزائر نعود إلى يعني لا نورماليتي. لا نورماليتي واش هي؟ يعني الامور الطبيعيه انه لازم تكون احزاب قويه، احزاب وتيارات سياسيه قويه في الجزائر، ثلاثة أربعة خمسة حتى العشرة احزاب كما هو معمول في الدول الاخرى. انا نظن انه اكبر ورشه اللي لازم ربما تعرفها الجزائر بعد الانتخابات التشريعيه والانتخابات المحليه هو اعاده بناء ربما الكثير من الأحزاب السياسية وبعث أحزاب سياسية أخرى في الجزائر، لأن الجزائر بحاجة إلى أحزاب تكون قوية لمواجهة كل التحديات والرهانات التي تواجهها الجزائر، وأن أنتم تعرفون ما يعيشه العالم اليوم. فيما يخص قضية الإعلاميين الزبلاء فيه الكثير نلاحظ حتى يعني كاين بزاف اعلاميين بصفه عامه يعني كاين الكثير يقولوا علاه كاين اعلاميين بزاف اللي راهم مترشحين. انا نظن باللي امر عادي جدا، لانه حتى في استحقاقات اخرى كنا شفنا الزملاء المعلمين ترشحوا من التعليم من التربيه. هذا الخطره كاين بزاف من الصحه كاين من الصحه من كل الثقافه كاين المحامين كاين يعني المهن. انا نظن ان شوف انا عندي في طبيعتي أنا أدعو كل الجزائريين إلى المشاركة، يعني لازم ينخرطوا، ما ندعوهمش فقط باش يروحوا يعني يقترعوا يوم الانتخاب، لازم يمارسوا السياسة. مهم جدا المشاركة في العمل السياسي، مشاركة في العمل السياسي، المواطنة تمارس بهذه الطريقة. بقات الآن بالنسبة للإعلاميين زملاء نتمنى لهم التوفيق. صحيح أنه كاين الكثير من الزملاء والزميلات هنا في العاصمة وفي الولايات يعني في ولايات أخرى من الوطن، إن شاء الله ربي يوفقهم، وكاين الكثير منهم عندهم مسارات الله يبارك، يعرفون الميدان كما كان يقول فيصل، وصح أنهم كانوا ينقلوا كانوا في اتصال مباشر مع يعني العمل الأداء الحكومي ويعني حتى الجهازات الأجهزة التنفيذية على المستوى المحلي، إذن يعرفون الانشغالات والهموم، وإن شاء الله يفوز أكبر عدد من الإعلاميين في هذا الاستحقاق، وإن شاء الله هذا ما نتمناه. والإعلام بحاجة إلى إصلاح، تقولت لي واش نقدروا نعملوا، بحاجة إلى إصلاح على الكثير من الأصعدة. نقدروا نتكلموهم ربما نديروا حصه واحده اخرى على الاعلام ربما فيصل يكمل اصلاح لابد منه فيصل. وهو كذلك انه حتى لما يروحوا الاعلاميين اضافه على كلام سي جمال انه لما يروحوا الاعلاميين للبرلمان هو اضافه للمشهد التشريعي الجزائري، حتى لانه الاعلاميين هم من يقرؤون القوانين، كل قانون يخرج يقراه الاعلامي، كل يعني قانون يقراه الاعلامي، كل قانون يقوم به ربما يصدر احنا اول من يراجعه من ينتقده من يتحدث عليه، يعني عندنا درايه وملامسه يوميه مع هذه القوانين. بالنسبه لاصلاح قطاع الاعلام انا اقول ربما شيء نقترحه اذا كنت في البرلمان أنه توطين القنوات الخاصة، مشكل كبير في القنوات الخاصة التي هي يعني عندها كل التجهيزات. تخيل أنت قنوات من المدير إلى 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 آخر عامل فيها، إلى تجهيزاتها، إلى ربما معداتها، إلى صحفيها، كلهم في الجزائر، كلهم داخل هذا الوطن، ما فيه ولا شيء أجنبي، ثم تعتبر هذه القناة مكتب لقناة أجنبية، وبالتالي هذا المستثمر في قطاع الإعلام صاحب هذه القناة دائما متخوف على شركته، يعني والإعلامي بالتالي متخوف، وإذا كان هو متخوف مش رح يعطي حقوق الإعلامي أو الصحفي أو العامل في هذه القناة مهما كانت صفته حقوقه الكاملة. فيها أمور أخرى كذلك، الصحفي في الجزائر مضطهد جدا، تعرف أنه حتى وإن كان يقول لك مثلا عنده ربما راتب مرتفع نوعيا
مقارنه بقطاعات اخرى، لكن لا ديكلاراسيون تاعو يعني التصريح في الضمان الاجتماعي على نصف او ثلث، وبالتالي تخيل لو عنده لا قدر الله حادث يخليه ما يقدرش يعمل AVC ولا يتنعمى ولا ما يشوفش ولا ما يقدرش يعني ما يقدرش يعني. كيف راح تكون حالته الاجتماعيه؟ وبالتالي خطر كبير على هذا الاعلامي. وحنا علما انه احنا مهنتنا مهنه المتاعب، تخرج للميدان. انا خطره قريب مت في خطر في الميدان في في, نعم. في منتصف الليل خرجت ندير التغطيه في احد الاحياء اللي كانوا يتقاتلوا بالسكاكين والمفرقعات نعم. وانا دخلت في وسطهم وناضت استرني ربي سبحانه نعم. كانوا اجهزه الامن تم وسلكت. هذا في 2014 نتكلم نعم. لك. بالتالي خطر محدق بالاعلامي لابد ان ندافع عليهم. كذلك بالنسبة تكلمت عن التوطين، بالنسبة لحرية الصحافة لابد أن نترك الصحافة حرة ومسؤولية، يعني تكون حرة ولتتحمل مسؤوليتها إذا اتهمت أشخاص في عرضهم، إذا اتهمت أشخاص في 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 في, في شرفهم. فأولا حق الرد موجود مكفول، وكذلك يمكن أن يذهب إلى القضاء مسموح عليه، لأنه الصحفي مش بمجرد أنه حر هو عنده حصانة. أنا أدافع عن الصحافة، أنا صحفي، ولكن حرية مسؤولة أكيد. وهناك أمور كثيرة لابد أن يتم إصلاحها، سواء في قطاع الإعلام أو في القطاع المالي أو في القطاع البنكي أو في القطاع الاقتصادي. في نحن عندنا برنامج متكامل على سنتي على ذلك البرنامج فيصل. ربما أعود إلى أستاذ جمال، كنت حدث منذ قليل أقول على المال الفاسد وإمكانية عودته ولو بصورة أقل مما كان في السابق بالحملة الانتخابية الحالية، بعد مرور 5 أيام كيف تشوف الأمور؟ وهل للمال الفاسد يمكن له أن يؤثر أكثر على العملية الانتخابية؟ نحن نتمنى أن تتوقف هذه التصرفات، تصرفات استعمال المال الفاحش في موجودة الحملات. حاليا صراحة لم نلاحظ هذا الشيء نعم. على مستوى ولاية الجزائر أنا منذ اليوم الأول يعني كل يوم لدينا خرجة ميدانية، الحمد لله الحملات تجري في ظروف يعني جيدة نعم. وكاين إقبال من المواطنين، وهذا الإقبال زاد دعم الموقف تاعنا من الترشح يعني لهذا الاستحقاق استحقاق التشريعيات. فقط كاين نقطة، نتمنى أن يتوقف استعمال المال في الحملات الانتخابية، يستعمل بطريقة يعني معقولة عقلانية ويعني احتراما للقانون، لأننا بكل صراحة في الاستحقاقات السابقة كنا نرى أن بعض الأحزاب وبعض الوجوه لا تؤدي أصلا حملة انتخابية، ما عندها لا مداومة ولا حملة، ما يدير والو، نهار الانتخاب يخرج هو في الاقتراع، كيفاش كنت تقبع عليك؟ كيفاش؟ هذه يعني دي بوينت انتيروغاسيون. وكيفاش الأداء السياسي لازم يتغير، لازم تكون منافسة شريفة، منافسة على الأفكار على البرامج أكيد. هذه هي الممارسة وهذا السياسية، وهذا الجزائر بحاجة إليها طبعا أخير. طبعا الجزائر بحاجة إلى هذا المستوى من النقاش، نقاش أفكار، نقاش رؤى، يجب أن يحدث رقي سياسي طبعا في الخطابات طبعا في البرامج طبعا 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 ليس لديك، لأنه لديك المال يعني تستحوذ على يسكن أبل الاستحواذ على الاقتصاد نعم. والآن أصبحنا كذلك الاستحواذ على السياسة، مونوبول نعم. في البوليتيك نعم. نورمال نعم فيصل. ربما والدولة في إطار محاربتها لهكذا ظواهر حاولت أنها تقدم مساعدات للشباب من خلال تقديم 30 مليون لكل شاب مترشح أقل من 40 سنة، كيف ساعدتكم هذه الخطوة؟ هي شوف في الحقيقة هي مبادرة رائعة جدا، لأنه احنا مثلا الآن شاب تحت يعني مازال هو ربما ما يكونش روحه يعني من كل النواحي، فربما تضمن له على الأقل مطبوعات أو على الأقل أنه يقدر يعمل موقع إلكتروني يسوق نفسه أو يعني بطريقة أو النقل تاعه على الأقل في الحملة الانتخابية، على الأقل يخفف عنه الأعباء، لأنه إلى غاية اليوم إحنا في قائمة حرة كلها من تكاليفنا الخاصة يعني المساهمات. 30 مليون ما استلمتوهاش؟ إلى غاية اليوم أنا ما استلمت 30 مليون بكل صراحة وبكل شفافية، ما استلمتها ما نعرف ما على باليش حتى كيفاش نقدر نستلمها، مازال ما لقيتش شكون يعطيني الآلية كيفاش نقدر نستلم 30 مليون سنتيم هذه. وإن كان ربما إشكالية أن توجو بها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراستها. الناس ماذا بيا نعرف كيفاش؟ رانا في 5 أيام أو 6 أيام من الحملة، يعني اليوم تقدر تقول خلاص. يعني لو نستلمهم غدوة فمازال أقل أسبوع باش نقدر نطبع ونقدر نزيد نخدم دي كونسيبسيون يعني تصميم للافتة إعلانية أو يعني كل هذا ترويجية، يعني إلى غاية اليوم ما على بالناش كيفاش.
فيه قانون ولكن الآليات احنا مادابينا نعرفوا الآليات ومادابينا احنا السلطة تكون قريبة لنا كذلك كمترشحين. هذا مهم جدا. ربما الأمر الآخر أنا إذا سمحت لي نحكي شوية على البرنامج، حاب نتكلم شوية على أنه احنا لم نترشح، الترشح ليس هدف وليس غاية، والدخول إلى البرلمان ليس هدف وليس غاية بقدر ما هو ربما أداة لخدمة ولتحقيق خدمة معينة لأبنائنا أولا. احنا باش نكونوا صراحة أنا خايف على أولادي كيما المستقبل، كيما احنا الآن لأنه مستقبل مجهول. أنا عندي أولاد راح يكبروا، ماذا بيا أولادي يقرأ في مدرسة مريحة، مدرسة تعلمهم صح تعلمهم، ما نخافش على أولادي في التمدرس تاعهم، ماذا بيا أن الجامعة تصبح تنتج طاقات وكفاءات نخبة. ما يروحوش للخارج لأنه كل الأدمغة أغلب الأدمغة الجزائرية المادة الرمادية يتهاجر تهاجر تهاجر بلي كونتيتي إذا سمحتوا لي نتكلم هكذا. يعني تخيل أنت الجامعة تنتج ثم يهجر ذلك الدماغ، يعني يستغلها غيرنا، علما أنه في 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 علم الإنتاج ولا في عالم الإنتاج وفي دراسة الإنتاج أنه هناك إنتاج طويل المدى. عباك باللي باش ننتج دماغ 30 سنة 20 سنة 15 سنة، يعني سنوات تدرس فيه وتعلم فيه وتعطيه مبالغ للبحث العلمي كده، لما تروح تستغله ما يلقاش المكان اللي يستغل فيه اللي تستغل فيه هذه الكفاءة يروح لك للخارج. فيصل، نقاط أخرى ربما تريد توضيحها في برنامجكم الانتخابي. احنا في برنامجنا الانتخابي علم أنه الوقت ربما يدهمنا، أنه عندنا مراجعة أولا الإصلاح المالي، مراجعة النظام الجبائي، اعتماد قواعد جديدة لتسيير الميزانية، تحديث النظام البنكي والمالي الذي هو نظام بالي تماما خاصة في هذا الوقت. نحن في عصر العولمة، عصر التبادل السريع جدا للسلع والخدمات، وبالتالي لابد أن نذهب إلى تغيير هذا النظام اللي عنده أكثر من 30 سنة. بالنسبة كذلك النظام الجبائي لابد رقمنته ويعني يدخل في الديجيتال كما نقول إحنا ويصبح مرقما، أنه من غير المعقول رجل أعمال أو مسؤول في مؤسسة يروح يدير لاشان باش يخلص جي سيكونت تاعه، سي با لوجيك، ويدخل باش يقاري ما يلقاش يعني حط سيارته يركن السيارة، يعني ممارسات غير مقبولة تماما. الآن يقدر بدفع إلكتروني أو بالاشتراكات أو المهم اسمح لي خلينا نكمل برك. تطوير المعلوماتية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف التي تكاد غائبة، كذلك بالنسبة لتحسين الجوهر لمناخ الأعمال، تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وكذلك ترقية الصادرات، كذلك تجديد معدات بعض المؤسسات العمومية التي تغرق بسبب هذا العتاد القديم جدا، منهم مؤسسة أونيام عندها مشكل كبير في العتاد تاعها. إذا فيصل، برنامج قابل للتطبيق، فعال وقابل للتطبيق. هكذا احنا نتكلموا الآن ببرنامج واقعي، ما نتكلمش ببرنامج اللي هو ربما خيال أو وفق الإمكانيات المتاحة، وكذلك برنامج يكون مرحلة تأسيسية لما وراء البيطرة. نعم، روحوا إلى أستاذ جمال معافى وهو المختص في الشأن الاقتصادي، لو تحدثنا عما جاء به برنامجكم في شقه الاقتصادي. والله إذا سمحت بالإضافة إلى نقاط أخرى لك الحرية. محترم، نعم، أنا كاين نقطة قلت في يعني في أول يعني جرينا عدة لقاءات مع الزملاء الصحفيين، ولكن أنا لاحظت كانت عندي ملاحظة. اليوم رانا اليوم الخامس تاع الحملة الانتخابية، الجزائر مقدمة الآن مقدمون على نظام انتخابي جديد، يعني الورقة تنحى هذا تاع رأس القائمة، دونك كاين عملية لوكوشاج، يعني لازم تنتخب على شخص. أنا كنت نتمنى من الإخوان على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات أنهم كانوا لازم يديروا عملية تحسيسية باش يفهموا المواطنين كيفاش رايح ينتخب. للآن مازال ما يعرفوش، مازال يعني الناس مازالهم في الفكره، يعني يقول لك كيفاش ننتخب. حتى احنا هل هذا ما عندناش نموذج؟ ما لا، لازم لنا نموذج تاع البيلتان دو فوت تاع ورقه الانتخاب. ماذا بينا نشوفوا اسكو راح يكون مربع قدام اسم تاع كل مرشح ولهذه العمليه اكل لازم لها عمليات تحسيسيه يعني مكثفه عبر وسائل الاعلام، التلفزيونات العموميه والتلفزيونات الخاصه تساهم كذلك، لاننا لازم يعني نحسوا المواطن والشعب الجزائري الكثير اللي راهم حابين ينتخبوا لازم يعرفوا طريقه الانتخاب. كاين النقطه رساله ربما في هذا ان شاء الله، هذه هذا نداء الى الاخوان على مستوى اللجنه الوطنيه، لاننا لو كان نوصلوا بهكذا بهذه الطريقة يوم الانتخاب رايحين يكونوا عندنا الكثير من الأوراق الملغاة. نعم، لأن الناس ما تعرفش بقاو لها 10 أيام 12 يوم على يوم الانتخاب. نعم، باختصار هذا نداء أول. نعم، نقاش بزاف أستاذ فيما يتعلق ببرامجكم الانتخابية. نعم، النقطة الثانية فيما يخص المساعدات والإعانات للشباب، طبعا نحن نرحب بهذه الخطوة، مساعدات للشباب.
ولأن ننخل يعني نداء تاع الشباب اللي راه مترشح معنا في القائمة وفي الكثير من القوائم الحرة. هذا الشباب راه يتمنى وينتظر ويوجه نداء إلى صب هذه المساعدات الآن طبعا. إيه حقها الآن في الحملة الانتخابية تاعه، وبعد الحملة واش يدير بها؟ الآن هو بحاجة باش يدير حملة صح، كاين القوائم، كاين ما يسمى بالتضامن بين كل أفراد القائمة يعني فيما يخص الملصقات والكثير من الأمور، ولكن حتى هذاك الشاب عنده أمور كثيرة اللي كان اللي راح يديرها إضافة يعطي حظوظ أكثر لروحه، وهذه من يعني مشروع عادي جدا. فيما يخص البرنامج، احنا عندنا برنامج يعني يعني يتطرق إلى الكثير من القطاعات. صراحة نحن بحاجة إلى الذهاب أولا إلى اقتصاد المعرفة. الجزائر بحاجة إلى إصلاحات في كل القطاعات فيما يخص يعني في الجزائر، بحاجة نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لا يمكننا أن نواصل بهذا النموذج الاقتصادي الحالي، لا يمكننا أن ننتظر هذا البترول والغاز طلع ولا هبط. سي بون، الجزائر عندها فلاحة، الجزائر قارة 2,382,000 كيلومتر مربع، عندنا الفلاحة، عندنا السياحة، عندنا الصناعة، عندنا شريط ساحلي. الجزائر فيها الخير، احنا ماذا بينا أولادنا أولاد جزائريين مثلنا يلقاو المستقبل تاعهم هنا في بلادهم، وعلاش يروح يغادر ولا يروح يحرق ولا يروح يشوف مستقبل آخر في بلاد برا؟ الجزائر من المفروض أن الناس اللي تهاجر للجزائر، صحيح، الأجانب اللي تهاجر للجزائر لأنها بلاد خير، تكون فيها إن شاء الله يكون فيها الاقتصاد متطور. واش نقول لك، لازم قطاع البيئة يجب أن يكون في مستوى التحديات المطروحة في البيئة، وضع مثلا فتح نقاش وطني حول إصلاح وعصرنة المنظومة التربوية. طبعا يجب أن تتأقلم مع الوضع الحالي، مع العصر. الجامعة الجزائرية، أنا تغيظني عمري نشوف قاع دول العالم، الكثير من الدول يديروا أبحاث على الفاكسين تاع الكوفيد، كيف هو؟ علاش احنا وعلاش احنا ما يكونش مخبر تجريبي؟ يا سيدي معليش، يفشلوا بصح نحاولوا نشجعوا، وفي الكثير من القطاعات. نعم، ربما أستاذ مالي يختلف فيه اثنان، أنه كل القطاعات كل المجالات بحاجة إلى إصلاحات. نعم، فيصل 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 راح نقول لك كلمة أخيرة في دقيقة، قل ما شئت، سنختم البرنامج. أنا ماذا أقول الآن؟ أقول أنه نحن قائمتنا رقمها 29، قائمة البهجة، هي قائمة عاصمية تتكون من أبناء هذه العاصمة ومن أبنائها اللي عاشوا فيها ويعرفوها، كلهم كفاءات، كلهم أغلبهم شباب، فيها أشخاص أصحاب كفاءة. كما قلت هي رقمنا 29، ندعي كل المواطنين، كل الناخبين خاصة الناخبات، أنهم اللي يشوفونا ينتخبوا علينا، لأنه عندنا برنامج واعي، برنامج رؤية للمستقبل، رؤية للمستقبل الاقتصادية، رؤية اجتماعية، رؤية سياسية، رؤية لتطوير الجامعة، لتطوير المدرسة، لتطوير الصناعة، لتطوير مختلف مجالات ومناحي الحياة. أنا أتكلم الآن، أنا فعلا صحفي لكن دراساتي هي مهندس دولة في التخطيط والإحصاء، أنا عندي ماستر في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وبالتالي هاد الدراسة ربما ما تعلمته من الجامعة الجزائرية وزدت سقلته ربما بالممارسة الإعلامية، لسيما مع كوادر هذا البلد، تعلمت كثير منه. بالتالي عندنا رؤية نحو المستقبل، ولو نحكم نماذج في نموذج النرويج مثلا كبلد اللي هو بلد بترولي، ولكن لم يوجه ولا دولار من عوائد البترول إلى الاستهلاك، يوجه دائما إلى الاستثمار والاستهلاك يأتي من عوائد الاستثمار خارج البترول. هذا نموذج بسيط فقط، هناك أمثلة كثيرة ربما لا يسع المقام لها. أنا الآن أدعو المواطنين للتعرف علينا وعلى برنامجنا الانتخابي، ثم لماذا لا التصويت علينا يوم 12 جوان 2021 إن شاء الله في الرقم 29. بالتوفيق إن شاء الله. أستاذ معافى لك دقيقة، قل ما شئت. شكرا. انا اقول ان الجزائر اليوم راهي لو بي بي، الدخل السنوي الخام للجزائر وتقريبا متوسط 160-170 مليار دولار. كاين اللي يعتبر هذا الشيء زعما مبلغ كبير، ولكن بالنسبه للجزائر مبلغ ضعيف جدا. الجزائر بامكانها انها تضاعف هذا الرقم، او حتى نوصله الى اكثر من 3 أضعاف. الجزائر بحاجة إلى إصلاحات عميقة في كل الميادين، بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، الجزائر بحاجة إلى وضع الكفاءات على مستوى مناصب المسؤولية.
بحاجة إلى مجالس منتخبة تكون فيها كفاءات. وعلى هذا يعني هذا الأمر أنا أولا أطلب من المواطنين أن يذهبوا بكثافة يوم الانتخاب يوم 12 جوان، يذهبوا بكثافة. وعلاش؟ ما هوش كلام شعبوي، بهذا المول البرلمان اللي راح يخرج إن شاء الله يوم 12 جوان يوم الاختيار، نعم يوم الاختيار، يكون أولا اختيارهم وتكون عنده شرعية قوية، المشاركة بقوة، البرلمان يكون قوي، البلدية كتشارك بقوة، البلدية تكون قوية، المنتخب تاعك يكون قوي وقادر يطبق البرامج اللي لازم تخرج البلاد من هذه الأزمة اللي رانا فيها. وعلى عليه احنا قائمتنا قائمة الجزائر البيضاء، قائمة حرة رقم 33، فيها الكثير من الكفاءات. ما تنساوش تنتخبوا رقم 33 ونتكلوا عليكم، وإن شاء الله الناس اللي في هذه القائمة هذه جايين باش يقدموا الإضافة للوطن وللبلاد ولخدمة الشعب ولنقل انشغالاتهم إلى يعني المستويات التي يجب أن تبلغها هذه الانشغالات. نعم، بالتوفيق إن شاء الله أستاذ جمال، بالتوفيق إن شاء الله سيد فيصل. مشاهدينا الكرام، نهاية عدد اليوم، نلتقي إن كان من في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.